مرحبا، كيف بده يكون اليوم الأحد 24 شباط فبراير؟ اليوم القمر موجود ببرج مائي ببرج العقرب كل النهار، وعم بشكل مثلث فلكي مائي مع الشمس الموجودة ببرج الحوت، فهيدا النهار مفروض يكون ممتاز للأبراج المائية، مواليد برج الحوت، مواليد برج العقرب، ومواليد برج السرطان. طبعا هنالك بعض الابراج اللي كمان بتلاقي انه هذا النهار جيد بالنسبه لها. على كل، خلينا نشوف كيف بده يكون هذا النهار ومولود اليوم. البدايه طبعا مع برج الحمل، مولود برج الحمل، الاجواء يلي بتعيشها اليوم مفروض تكون اجواء مشجعه بالنسبه لك. طبعا انت بتعرف اذا عم بتتابعني انه الجو العام كل شيء والشمس موجودة ببرج الحوت، الأجواء هادية عندك، وهي مرحلة رتابة، مرحلة انتظار ومرحلة تريث، وبس لما يكون القمر ببرج صديق لك تستفيد من هالجو وبتحسن بأوضاعك. بالنسبة لليوم، اليوم أحسن من اليومين اللي مرقوا، وبالتالي هي مرحلة لنوعا ما لحتى تاخد قوة وتاخد روح وتاخد شوية حماسة لترجع تكمل بأيامك. هنالك بعض الترتيب لبعض المسائل وبعض العلاقات، فهيدي القصة يمكن بتزهقك شوي لكن ضروري انك تمشي فيها. بتبقى المواليد يلي بعتبرها اريح من غيرها اليوم من مواليد برج الحمل هي مواليد شهر اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور اليوم هو يوم بتلاقي حالك انه الاجواء عم بتعاكسك شوي، بتحس انه نظرتك للامور يمكن متسرعه او متهوره، او بتحس انه في ضغوط عندك بهيدا النهار، سواء اشخاص هن اللي عم بيدفشوك عم بيدفعوك لحتى تتحرك، او بالنسبه لاشخاص نوعا ما عم بيستفزوك. ضروري جدا اليوم مولود ومولودة برج الثور انه ما توقعوا بهيدا الفخ، بل مطلوب منكم بهيدا النهار انه تحاولوا تتفاهموا مع الناس وتدربوا حالكم كيفية التفاهم مع اشخاص، هالاشخاص يلي نوعا ما بتلتقوا فيهم احيانا وما بتعودوا تعرفوا كيف بدكم تتصرفوا معهم. اي استفزاز لكم تجنبوه بكل وعي وبكل نضج، ما توقعوا بالفخ وحاولوا انكم تتسلوا بدل ما تعصبوا. بتقدروا تقضوا نهار كتير حلو. تبقى المواليد يلي بعتبر انه معقول توقع بفخ الانفعالات اكثر من غيرها هي مواليد 26 27 نيسان ابريل، بينما الاكثر حظا 7 8 9 13 و14 ايار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء اليوم مرقوا يومين حلوين، ارتحت فيهم، ارتحتي فيهم، طمن بالكم، صحة الأمور رجعت على مسارها الطبيعي نوعا ما. اليوم بيكتر عند مولود برج الجوزاء ضغط، ضغط مهني، ضغط عائلي، ضغط اجتماعي، هنالك مسؤوليات بتنطلب من مولود ومولودة برج الجوزاء ليقدموا عملهم بطريقة صحيحة ومرتبة 100%. فمولود ومولودة برج الجوزاء يمكن اليوم يكون عندكم شغل كتير، نهار طويل 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 ما بيخلص. مولود ومولود برج الجوزاء اليوم نهاركم ضروري يكون مرتب ومنظم بوقته لحتى ما تتعبوا، لحتى ما تهلكوا، لحتى ما تستنفذوا طاقتكم، أو يخلص النهار وبتكونوا خلصتوا بعد الواجبات المطلوبة منكم. هلأ في روتين بيطغى هيدا النهار، لكن معلش الروتين اليوم هو يلي رح بيساعدكم لحتى تكونوا شوي grounded، جريكم على الأرض وواعيين أكتر. انتبهوا لمسائل صحية طارئة. الأكثر حظا نسبيا 11 12 و13 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان يلي اليوم مفروض يكون نهاره نهار ممتاز، نهار حلو، نهار جميل جدا جدا جدا. اليوم مولود برج السرطان فلكيا نوعية الوقت ممتازة، لأنه نوعية الوقت تسمح لمولود برج السرطان اليوم أنه يحلحل المشاكل اللي عنده إياها، يفكفك العقد اللي عنده إياها، ومش بس هيك يعيش لحظات حلوة من الحظ ومن التفاهم ومن النجاح ومن الإنجازات. عاطفيا أجواء حلوة كتير، تفاهم بيسمح بمصالحة، بلقاء، بتعارف أيضا. الأجواء عندكم اليوم تحملكم
تطورات فيها تكون حلوة كتير، العلاقة مع أولادكم، العلاقة بأحبائكم، العلاقة بنشاطاتكم الترفيهية أو حتى بأعمالكم المهنية. نهار ممتاز من الأيام الممتازة بهيدا الشهر. بتبقى المواليد يلي أكثر حظاً، هلأ الكل مواليد مش السرطان محظوظين، لكن بشكل خاص اليوم هي مواليد 27 28 و29 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. اليوم مولود برج الأسد يمكن يغرق حاله بأفكار عائلية وشخصية. كمان مولود ومولودة برج الأسد يمكن تخصصوا هيدا النهار لحتى تهتموا بعائلتكم، بولادكم، بمطبخكم، بغرفتكم، بحياتكم الصحية، بالرجيم، بالاهتمامات الخاصة فيكم. كل الأمور يلي طالع بالكم تهتموا فيها اليوم معقولة تتم وتصير عندكم. الأجواء عند مولود برج الأسد اليوم هي الاحتضان العائلي، لاحتضانك أنت أو أنت، ولحتى تراعوا حالكم، تهتموا بحالكم وتعطوا حالكم أهمية وتعطوا حالكم كل اللازم لحتى ترفعوا معنوياتكم أيضا. فهيدا يوم بعتبره مناسب نوعية وقته لتهتموا بحالكم، لتشوفوا شو ناقصكم، يمكن بحاجة لاهتمام ورعاية وحنان أيضا. بنفس الوقت حدا من العائلة عندكم، حدا من أحبائكم كمان بحاجة لاهتمامكم، ما تبخلوا على حدا. الأكثر حظا 13 14 و15 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء بعتقد انه اليوم تقدروا تقضوا نهار نشيط سريع فعال وبيعطيكم يلي انتو بتريدوه. اليوم مولود ومولودة برج العذراء بتعيشوا لحظات حلوة سريعة ديناميكية، بتخربط الأمور، بترجع بتشيلها بتشقلبها، وانتو بتنجحوا فيها لأنكم عارفين وين رايحين وشو بدكم. الأجواء بتسمح أيضا لمولود ومولودة برج العذراء التفاهم أو الوصول إلى اتفاقية مع أشخاص انتو عم تتعاملوا معهم، أو يمكن عندكم أمور عادية عم بتعيشوها يومية، سواء كان درس، سواء كان لقاء مع العائلة، تمضية النهار مع العائلة، أو سواء نازلين على السوق أو عندكم شغل. اليوم أفكاركم ذكية جدا وباهرة جدا، باهرة يعني تبهر الآخرين بذكائها بدقتها وبهالقدرة عندكم لاستيعاب الأمور بسرعة، بتلقطوا الفكرة بسرعة، ومثل ما نحن بنقول عنا باللبناني جوابكم تحت باطكم، يعني دغري سريع بيطلع الجواب عندكم. نهار ممتاز لتحلوا المشاكل، لكن انتبهوا الأسلوب يلي بتعتمدوه في التعامل مع الآخرين، حاولوا انكم تكون الأسلوب يلي بتطرحوه الطريقة تكون شوي دبلوماسية. الأوفر حظا كلكم محظوظين، بشكل خاص برجع بذكرهم 10-11 و15-16 أيلول سبتمبر، ويلي معقول يكون عنده بعض المعاكسات حاولوا تشتغلوا عليها بطريقة لبقى أكثر. مولود 28 و29 آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. اليوم مولود ومولودة برج الميزان طالع عبالهم يدللوا حالهم، طالع عبالهم أنه يكزدروا، ينبسطوا، يفرحوا، يقضوا يوم حلو مع الأهل، مع الأحبة، مع حالهم، ليش لا؟ اليوم جو للترفيه ولتكريم الذات، للتصالح مع الذات أيضا. الأجواء اليوم بتشجع وبتشجع مواليد برج الميزان لحتى يكرموا حالهم، يدللوا حالهم. وأيضا يوم ممتاز لحتى بعض مواليد برج الميزان اللي حابين أنه يهتموا باستثمارات مالية، كمان يوم جيد لذلك. الأكثر حظا 13-14 و15 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب يلي اليوم نهاره ممتاز بخمس نجوم، من الأيام الأجمل الأجمل والأكثر حظا من نوفمبر لهلأ. اليوم هو من الأيام الأكثر حظا لأنه القمر ببرجك، لما القمر بيكون ببرجك بيعطيك ثقة في النفس كتير قوية وكتير مهمة، وبتعطي طلة كتير حلوة، بتعطي بريق في عيونكم أيضا، حتى مشيتكم اليوم بتكون مشية مختلفة. اليوم مواليد برج العقرب أنتوا الأقوياء وأنتوا الرقم الصعب، عندكم كاريزما، شعبية حلوة، شعبية قوية، عندكم سكسي كمان، بتلفتوا الأنظار.
اليوم مواليدش العقرب أشخاص قادرين أنه يطرحوا أمور ويوصلوا فيها إلى خط النهاية، سواء بكون تحكوا مع أصدقائكم، تبتوا بعض الأمور وتحسموا الأمور. اليوم نهار مناسب جدا، وعلى الأرشح اليوم تسمعوا جواب لمسائل أنتوا بحاجة لها وعم تشتغلوا عليها. لكن تجنبوا التسرع والتهور في التصرف. مواليد 29 30 و 31 اكتوبر. كمل مع برج القوس. اليوم مولود برج القوس انهاره نوعية ضعيفة، منه اذا بدي اعطي علامة او عدد نجوم كيف اعطيت برج العقرب، اعطيته 5 نجوم 5 على 5. اليوم مولود برج القوس بعطيك علامة 2 على 5. الاجواء ضعيفة فما فيك تتكل على الحظ، الاجواء بتأخرك، الاجواء بتضعفك، وبالتالي انت بحاجة تقوي حالك، بحاجة تكون بجو ايجابي بعيد عن الصخب، بعيد عن الناس المزعجين يلي بزعجوك، يلي بنقوا عليك، يلي بتزمروا، اللي ما عندهم الا افكار سلبية. اليوم لازم تكون باجواء مرحة، فرحة، فيها حركة، فيها طاقة، energy، positive energy. اليوم نهار فيك تتوقع فيه تأخير، فيك تتوقع فيه نوع من استرخاء لدرجة تحس حالك انه يمكن انت فعلا ما لك جلد تروح على الشغل. فاليوم انتو بحاجة الى الطاقة، تشحنوا ذاتكم بالطاقة مش تستنفذوا طاقتكم. انتبهوا من المشاكل كليا، يوم ضعيف انتبهوا منه بشكل خاص اذا كنتوا من مواليد نوفمبر. كمل مع برج الجدي. اليوم مولود برج الجدي يستفيد من طاقة القمر الموجودة برج العقرب ومن طاقة الشمس الموجودة برج الحوت. اليوم من الميلتين، من الطرفين بيستفيد مولود برج الجدي ويستمتع بتأثيرات دافئة وحلوة. مولود برج الجدي اليوم بتلاقي مين يوقف حدك وإلى جانبك ويمسكك بإيدك ويوصلك إلى الطريق الصحيح. الأجواء اليوم بتخلي وبتدعم وبتشجع مولود ومولود برج الجدي لحتى يلتقوا بالناس، مش لحتى يقعدوا لحالهم ويسكروا الأبواب عليهم. أجواء حلوة عن مولود برج الجدي لحتى تعبروا عن آرائكم، ويمكن تدوروا أو تفرحوا وتلاقوا مين يشجع أفكاركم و حتى يتبنيها. ولأنه بهالفترة من الزمن كوكب فينس بعده موجود حد برجكم، معناتها في حظوظ سبيسيال وحلوة جدا بتحملكم حب رومانسية، مصالحة، ويمكن حتى نتيجة ممتازة. مواليد 13 و14 كانون الثاني يناير انتو الأكثر حظا. كمل مع برج الدلو. اليوم مولود برج الدلو لازم يكون واعي تماما على العمل اللي عنده، على الأولويات اللي عنده إياها. وإذا مش عارف شو عندك ضروري تطلع اليوم أو تفكر، تاخد دقيقتين وفكروا شو في عندكم اليوم، شو في عندكم اليوم، شو أهم شيء عندكم اليوم. إذا معكم شيء معناتها كتير مهم، لكن ما تستخفوا بالواجبات يلي معقولة فجأة تنطرح قدامكم، لأنها بتكون كتير مهمة ومطلوب منكم إنكم تشتغلوها بشكل مرتب 100%. بعض مواليد برج الدلو اليوم يمكن عندهم امتحان، عندهم لقاء كتير مهم بيترتب على إثره نتيجة عمل أو شغل، أو يمكن حتى وظيفة جديدة، أو يمكن جامعة وقبول في جامعة ما. اليوم بعد مواليد برج الدلو طالع بالهم يوظفوا طاقاتهم ومهاراتهم في تحسين أمورهم، ليش لا؟ يمكن تكون الاستثمارات والتوظيفات مالية. الأنشط يلي ما بيهدى اليوم 19 و11 شباط فبراير، لكن كمان بطلب من مواليد برج الدلو أنه يتعاملوا مع الظروف بهدوء وبتروي. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت اسم الله عليك على هيدا النهار الممتاز، رائع هيدا النهار، 10 على 10، 5 نجوم. اليوم مولود برج الحوت انسان سباق، منافس قوي، كلمة بتوصل، ومش بالضرورة اليوم الاسلوب يكون قاسي، بالعكس تماما. الطروحات اللي بتنطرح بيطلع لك منها نتائج إيجابية حتى ولو ما كتير حكيت. اليوم مولود برج الحوت الطاقة من حولك، انت وماشي، انت وقاعدة، وين ما كنتوا إيجابية وتجذب الإيجابيات. حلو بهذا النهار تشتغلوا، تحطوا effort، تحطوا مجهود، لأنه المجهود اللي بتحطوه رح ياخد نتيجة مضاعفة.
يوم نهار من الايام الممتازه يلي ما لازم. يا هلا اذا ثاقبت انتم باجازه ماشي الحال، لكن اذا ما انكم باجازه اليوم نهار مناسب جدا لحتى تشتغلوا على الامور المستحيله والمستعصيه او قلبكم. الانشط يلي ما بيهدى اليوم هو مولود 11 ل 13 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. مولود اليوم هو الشخص يلي اليوم عيد ميلاده بغض النظر عن عمره. بالنسبة لمولود اليوم بانتظاره سنة تحمل له احتمالات كثيرة ومهمة، سواء للسفر، سواء للدراسة أو لزيادة المهارات، وبيكسب فعلا شعبية كبيرة. هذه السنة تبشر بتقدم، بنجاح، بانفراجات، وتبشر أيضا بانتقال مستمر أو متواصل. هذه السنة إيجابية. الأشهر الأفضل هي أدار مارس، أيضا شهر نيسان أبريل تموز يوليو أكتوبر وأيضا نوفمبر. بدي أتمنى لكم نهار سعيد، نهار إيجابي. ما تنسوا تتابعوني يوميا وأسبوعيا على قناتي اليوتيوب. بدي أشكركم فردا فردا لدعمكم لألي. دايما الفيديوهات ترند، they are trending على اليوتيوب، وذلك الفضل طبعا راجع لكم فردا فردا. شكرا لكم، بتمنى عليكم انكم تشتركوا بالقناة ليزيد عدد المشتركين. باي باي.